أصدرت شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات تقديم العروض للشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي وفقاً لنموذج المنتج المستقل. ويشمل هذا المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 1500 ميجاوات، بما يكفي تزويد أكثر من 160 ألف منزل بطاقة كهربائية في جميع أنحاء الدولة.